كورد. تمام، نجي على طيب احنا عطانا اوكي، هو اللي عنده يأشر، واللي ما عنده ان شاء الله على الدرس القادم يستلم كتاب ويشوف الفيديو ويأشر. نظم ان شاء الله. التسجيل ايه ما هو تعريفه، تعريف؟ هذا اسمع، تعريف نظم او نظام التشغيل هي مجموعة من البرمجيات التي يعمل بعضها مع بعض، تمام، بالتزامن لتشكل حلقة وصل بين المستخدم والحاسوب. مجموعة من البرمجيات، تمام، نعم أستاذ. عندي صفا سبعاوي دخل، بس بدل اسمك، عندكم ايش طالب؟ صفا، اسمه مرحبا أستاذ، صفا، شلونك؟ هلا يحيى، هلا. أستاذ قال لي هذا التعريف داخل؟ هلا بك أستاذ. شنو داخل؟ أستاذ قال لي هذا تعريف، هذا تعريف من نظام التشغيل؟ ايه، إيه أستاذ، من حسنا الصفا الشيخ. سبعاوي؟ صفا او صفا سبعاوي، من عندنا؟ أستاذ هاي بنت، هاي لا بنت. استاذ، لا استاذ، هذا همام. همام، اوكي، ما لنا علاقة، بس بدل اسمك حبيبي، اكتب همام، تمام، بدل اسمك استاذ، يعني. نعم استاذ قلت هذه اول مزمة اللي اعطيتني اياها، قلت راح اخذها، عشان ما اخذتها، انت اجمعوها قلت راح اخذها وانطيكم واحده. اجمعوها اجمعوها من الدامون، انطوها للاستاذ فراس. استاذ لا تسلم واحدة أولى إذا ما تسلم واحدة ثانية، وصلت فكرة؟ يا وقلنا استاذ أستاذ أحمد، استلمنا نحن. المهم يعني أوكي، ما مشكلة، اللي استلم يسلم، واللي ما استلم يستلم أول شيء واحدة ثانية، بعدين يسلم اللي عنده، واصل؟ تمام، هذا هو، وصلت نعم فكرة؟ أستاذ، ماشي. نعم أستاذ، نعم عشان أستاذ. عيني همام، بدل اسمك، همام بدل اسمك، اسمعني، راح اكتب لك اياها، همام بدل اسمك، تمام، اللي هو اسمك هكذا، تمام، شوف مليح، بدل لي اسمك، راح احط هنا على ما تبدل اسمك، من تخلص اشيلها، يلا يلا، واعطيك 10 ثواني، لا 10 ثواني، استاذ صدق يقطع. ماكو مشكلة، هسه اجي، يلا. استاذ ما اعتقد حيسمع لانه ماكو علامة مايك اسمه. خليه يطلع بعد دقيقة. استاذ ما يسمع. يصف، هذا هو بيصف، همام متميزين له عادي، والله استاذ احنا متميزين بالمتميزين، اول او بالاول متميزين همام محمد. اوكي، هو اصلا طلع من كيفه، اوكي هذا هو، تمام. فنيجي هسه، عرفنا نظام تشغيل هو مجموعه من البرمجيات التي يعمل بعضها استاذ بالتزامن لتشكل حلقه وصل بين المستخدم والحاسوب، تمام. طبعا شنو هو الشغل؟ راح يكون تدير كل المكونات الماديه وتنسق عملها مع البرمجيات اللي تعمل داخل الحاسوب، مثلا عندي برنامج فوتوشوب، عندي برنامج برينتر، تمام، يعني التعريف الخاص بالبرينتر، او عندي سكانر، او مثلا عندي الزوم اخليه يربط مع الزوم، ما هسه انا السوفت وير الزوم، صح ولا لا؟ برنامج ابلكيشن، تمام، بروجرام عندي هو، بس انا من اجي افتح كاميرا راح اعمل لينك مع منو؟ مع الكاميرا اللي هي من ضمن الهاردوير اللي بالحاسوب، صح ولا لا؟ يا استاذ، هذا اعطيته الشيء، اعاز، اي اعطيته اعاز بالضبط، بالكاميرا انه تفصل. اوردر، اعاز، ايش تسموه، يعني امر انه يا كاميرا انفتحي للسوفت وير اللي هو عباره عن بروجرام اسمه برنامج زوم، فمباشره راح يصير لينك ربط، يعني وصلت الفكره؟ ويقول لك كما يوفر بيئه عمل لتشغيل نعم برامج، استاذ، يعني يشغل لك البرامج كلها يعني موجوده ويعالجها، وورد، باوربوينت، قال لي بس هذا التعريف نحفظه؟ ايه اللي هنا التعريف، هذا اللي ايه حوالي ايه هو هذا وهذا، تمام، خصم سهل استاذ. سهل، استاذ نعم استاذ زين، انت من هاي القطعين ايش تجيب لنا اسئله؟ يعني هاي الجو ما نحفظه، بس نعرف ما نح... بس نحفظ ما نظام التشغيل وبس. ايه، بس العدد اشهر احفظه، لا تحفظه زايد، والباقي الباقي بس انه خلص شرح نفهمه، للفكره، يعني اقرانه شرح وافهمه، شرح توضيحي، مفهوم. زين، نعم نجي استاذ، الى هاي، كل هالنقاط تحفظ، ما وظائف نظام التشغيل؟ نعم استاذ.
أولاً إدارة عمليات إدخال inputs، قلنا الإدارة الـ input هو إدخال، أي شيء يدخل إلى الحاسوب وأي شيء يعالج وأي شيء يخرج، تخرج معلومات، تشوفون إدخال بيانات وإخراج معلومات، تمام؟ أي شيء يدخل إلى الحاسوب وأي شيء يطلع من الحاسوب النظام التشغيل هو مسؤول عنه، هاي أول نقطة. اثنين، إدارة عمل جميع التطبيقات والبرامج المثبتة داخل الحاسوب وتنظيمها. عندي بمجموعة الأوفيس اللي هي الوورد وإكسل وباوربوينت والأكسس والبابليشر والأوتلوك، تمام؟ عندي مجموعة الأدوب مثلاً فوتوشوب، بريمير، أفتر إفكت، عندي مثلاً لايت روم، مثلاً عندي مجموعة مثلاً ويندوشير مثلاً، هاي كل التطبيقات يديرها السوفتوير الخاص بالحاسوب. نعم استاذ، هاي النقاط كلها حفظ؟ نعم كلها حفظ تحفظوها كلها، بسيطة جدا بسيطة. نجي على ثالث نقطة، إدارة المجلدات، يعني أي فولدر عندي بالحاسوب. الفولدر هو عبارة عن شلون مثلا عندك بالبيت حافظة تحب تحفظ بها أغراضك، فراح يكون يسموه فولدر، فولدر وهو مجلد، يعني مجلدات يعني فولدر. داخل الفولدر يسموه فايلز اللي هي ملفات، فهنا إيش مكتوب؟ إدارة المجلدات، يعني المجلدات هي أكبر من الملفات، هي تحوي الملفات، فلهذا ذكرت المجلدات قبل كلمة الملفات، فهنا راح نقول إدارة المجلدات والملفات المخزنة داخل الحاسوب وتنظيمها من خلال فتحها وغلقها ونسخها ولصقها وقصها، تمام؟ هكذا تقدرون تعبروا، فضلاً عن إجراء عمليات القص والنسخ واللصق تلك الملفات والمجلدات. هاي النقطة الثالثة. رابعاً نجي على الطابعات، إمكانية مشاركة الأجهزة الطرفية، يعني طابعة عندي أو جهاز استنساخ أو سكانر أو راسمات، تمام؟ هذول كله يديرها نظام التشغيل. سعود سعد بدل لي اسمك يلا اللي هسه فتت. طيب هذا يعني عندي لابتوب وعندي كيبل وعندي عندي لابتوب كيبل لابتوب يعني لابتوب كيبل وطابعة، فأنا من أجي عندي وورد. سعود حبيبي بدل اسمك، الله يحفظك الله يحفظك ويخليك لأهلك. سعود يلا تمام. نعم استاذ. نعم استاذ، هاي يعني كلها حفظوا هذه، هي سهلة هاي، بس حد اشرح لكم اياها حتى تكون الامر واضح، لا يجي احد يقول ما اشرح لنا اياها بس ياشر لنا ويمشي عندكم. هذا تمام. نجي على خمسة، مساعدة المستخدم على تأمين جميع الملفات والمجلدات داخل الحاسوب من السرقة والاختراق الخارجي، مثل إيش؟ شنو عندي فد بروغرام يحمي لي الحاسوب أو فد طريقة معينة، طريقة معينة أحمي بها الحاسوب من السرقة والاختراق. السرقة يقصد بها يجي أحد يفتح حاسوبي ويفوت الفلاش يسرق الملفات، أو عن طريق اختراق أونلاين يكون عن طريق هاكر. شنو عندي فد طريقة معينة أستطيع؟ الباسورد. عافية واحدة، عافية عافية، جيد جيد جيد. عندي باسورد بعد. سعود سعود تسمعني حبيبي؟ سعود أو ما أعرف. نعم أستاذ. بدل اسمك يا قلبي، سوي عربي. أستاذ أوكي. أستاذ من عن طريق البريد الإلكتروني من؟ لا لا لا، أقصد لك حاسب، عندي لابتوب. قلنا باسورد بعد، شلون أحمي من الفيروس أو الهكر أو أي شيء؟ بالقفل، نقفله. قفلنا أوكي، بعدين زين أنا قافله لا يجي أحد يمسك لابتوبي. طيب الأونلاين، الأونلاين شلون؟ أكو برامج خاصة بين أستاذ. شو اسم هاي البرامج؟ أستاذ يعني قصدك عن طريق الهكر عن طريق الأونلاين؟ إيه مثلا فتت حملت ملف من الملفات من اللابتوب طلع ملغوم، خلينا نقول ملغوم بيك هكر، بما يقول هذا ملف بيه هكر أو ملغوم. طيب شلون أحمي هاي الأمور؟ استاذ اكو برنامج،
شو اسمها؟ شو استاذك برنامج، هي برامج مو برنامج، شو اسمها ذولا، شو يسموهم؟ انتي ما استاذ، انتي فايروس، انتي فايروس، انتي فايروس، انتي فايروس، تمام؟ عندي انتي فايروس. هسه مثلا شوفون حاسبتي، تابعوا حاسبتي من الاسفل، شوفوا هسه راح افتح لكم هذا اسمه شنو؟ مكافي. شوفون هذا مكافي، هذا مفعل استاذ ام سي افي، ام سي اي في، تمام؟ مكافي. هذا المكافي تشوفون ايش مكتوب؟ 265 داي ليفت، دايز ليفت العفو، يعني هذا اكتف مفعل الى يوم 10/3/2021، الى يوم 10/3/2021 يخلص. هنا صار على يوم ميلادي، ايه تمام. فهنا انا بيوم عيد ميلاد منو؟ مصطفى. بعيد ميلاد مصطفى، مصطفى راح يجيب لنا تفعيله على حسابه بمناسبه عيد ميلادي، فعلنا لنا انتي فايروس، تمام؟ ما يخالف استاذ، شاق معك بعيوني. طيب تسلم عيونك. فاحنا كل سنه نجي نفعله ب 10 دولار، ولكن شنو؟ انا مأمن حاسبتي، شلون أمنها؟ مثلا فتت على جوجل هسه دا تنزلون مكافئ وتفعلوه سنوي ترتاحون نفسيا، ما يهمكم بعد الفيروس ولا يهمكم الهكر، خصوصا الهكر. حتى يطلع حتى بالجوجل حتى ما يطلع لك بعد اشياء ما مليحه، يعني مرات يطلع صور شيء، هو هسه هذا مكافح كل شيء ما يطلع. شو يسوي هنا؟ راح مباشره انت فتت على موقع ومكتوب يعني برنامج الكذا، انت مثلا تريد برنامج، دائما يستهدفون البرامج اللي تكون بفلوس، وش يسوي لك؟ يسوي لك اياها خلينا نقول مجانا، حمل البرنامج الفلاني مجانا وبطلها من برنامج. انت تفوت، انت ما عندك مشكله، فرحت انه لقيت هالبرنامج، فتت راح تعمل داونلود بكل سهوله، راح ينزل وتستخدم البرنامج وانت حاليا تستخدم، والشخص ده يسرق من عندك وانت ما تعرف. فالمكافي مباشره راح يمنع وصولك الى هذا الموقع والى هذا البرنامج وما ينزله. طبعا بالاضافه الى الانتي فايروس اكو شيء هو بالويندوز 10 اسمه، او كل ويندوز اسمه ويندوز سيكيورتي، ويندوز سيكيورتي. ايه سامعتون هذا الوردي عندي منه هذا بالديل، ايه هذا بكل نظام ويندوز اكو شيء اسمه ويندوز سيكيورتي او ويندوز ديفندر، هذا جدار ناري، فاير وول، عندي فاير وول جدار ناري. هذا الجدار الناري احمي حاسبتي، ولكن جدار الناري ايضا يحتاج تحديثات، وانه تربطه مع النت حتى يسحب تحديثات حتى يكون مفعل. تشوفون ايش انا مفعل، نو اكشن، نو اكشنز نيدد، ماكو فد تهديدات معينه اصلا، ماكو فد شغلات. شوف كله اخضر اخضر، يعني شنو وضعي؟ تمام، تمام. نعم سيد، يعني حتجيبين بالامتحان ايش هي البرامج اللي تحمي الجهاز واللابتوب يعني من لا لا لا, لا. يحيى انا من اشرح، انا ما احب اقول للطالب هاكذ اقول له يلا احفظ لي هاي النقاط الخمسه يلا دير الصفحه، لا، انا احب اثقفك. ليش اثقفك؟ حتى من تمتحن يعني ثقافه الحاسوب، انه مو بس يعني درس الحاسوب مو بس عباره عن يلا اشر واحفظ اشر واحفظ، لا، انا اريدك تستفاد علميا، انه من تجي تقرا هاي النقطه وتحفظها راح تتذكر كلامي، من تقول تامين الحاسوب راح تتذكر انتي فايروس وكذا، فيصير عندك الحفظ ابسط. انا ما اريد بس على النقاط، ما حتجيب لنا، انا بس اريد عدد نقاط فقط، ما اريد تشرح لي هاي الامور كلها اللي انا قلتها، فقط عددها مثل ما هي قدامك، واضح؟ ايه استاذ، بس انت يعني تشرح لنا على مود نحن نفهمه ونحفظه مليح ونتذكر شرحه. بالضبط، ما اريد اعبر لك، ايه ما اريد اعبر صفحه وانت بس مجرد تأشر وكل شيء ما فاهم. زين، نجي هسه الى الصفحه او اي ابسط شيء واحد يجي يسالك. ايه وين طار الكتاب؟ ثواني. نجي هسه الى ما انواع نظم التشغيل. احنا اخذنا شنو هو نظام التشغيل وتعرفنا عليه، هسه نجي نعرف كم نظام تشغيل عندي بالدنيا، وين وتابعين اي شركه وباي سنه تاسست. راح نبدي من الادنى الى الاعلى، من تاريخ بدا اول نظام خلينا نقول الى الوقت الحالي. نجي الى تاشرون عندكم، طبعا هنا يجي انواع من الاسئله. اولا عدد، هن سته طبعا، يا من حارث، تمام. عندي ست انواع من انظمه التشغيل، اجيب لك بالامتحان عدد خمسه، فانت تحفظ
ستتهم وانت بعدين تريده بالامتحان كيفك انت تختار. طيب واكو فراغات هسه اشرها ضمنيه استاذ نشرحها؟ لا 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 فراغات انا ما اجيب عدد واشرح لان خمس نقاط اجيب عليها خمس درجات يعني ما الشرح وشرحها يعني عباره عن شنو امتى تاسست وامتى انقرضت يعني ما فد شرح مهم يعني ما راح يفصل لك الاول لازم نحفظ استاذ بس خلوني اكمل خلوني اكمل هاي ما عملي لا 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 ما عملي هسه بعدين نحفظ هسه بس من نحفظهم بالانجليزي لا لا يحيى اعطيني مجال انت بس شويه تعطوني مجال شويه عجولين نجي ما نوع نظام تشغيل ستة راح ناخذ اول وحده اسمها نظام التشغيل ام اس دوز تحفظوا لي بس هذه ام اس دوز تمام نعم استاذ هذا هو اصلا كلمه ام اس دوز يعني مايكروسوفت ديسك اوبريتنج سيستم يعني هذا اول نظام تشغيل صدر من شركه مايكروسوفت تشوفون فانت من تجي للامتحان تكتب لي نظام التشغيل تفتح قوس تكتب ام اس دوز تمام ما تكتب لي هاي الطويله الكلمات واضح واضح طلاب نعم استاذ نعم واضح طيب نعم استاذ هسه نتعرف عليه بشكل بسيط انه ما اريد تحفظوا بصم فقط تحفظون النقطه تحفظون اسم النظام طيب هذا النظام كان عباره عن شاشه سوداء انتجته شركه مايكروسوفت عام 1981 طيب. بعدين شويه شويه قل استخدامه من ظهور الويندوز اجى الويندوز خلى العالم يتحول ليش لان عباره كانت الحاسبه عباره عن كانت بهالشكل يعني شاشه سوداء هكذا كانت هكذا ما كان لا اكو ماي كمبيوتر لا فيديو لا صور كل شيء ما يشتغل كل شيء ما عندي لا فلاش بس هكذا يكتبون مثلا يعني انا ما احفظ الاوامر هي بها اوامر كثيره كثيره يعني هسه اذا تقدر تروح شويه تتوسع تنزل نظام الام اس دوز شويه يعني هو نفس الشيء شاشه سوداء بس هنا عندنا هذا كوماند يسموه كوماند هذا يختلف هذا بس انه نفس الشيء شاشه سوداء بس فيها تفاصيل واوامر كثيره مثلا اللي يجي يكتب تايم راح يطلع له الوقت طيب يجي يكتب ديت يطلع له يوم يطلع له يوم وشهر وسنه وجوه يكتب له طيب بعدين يجي يكتب مثلا اي بي كونفيج مثلا على سبيل المثال يعني كونفيج شوفون يطلع اي بي الحاسبه والى اخره وهكذا كانت الاوامر هذا انقرض هذا النظام الاسود انقرض اجى حطموا الويندوز اجى الويندوز مسك الدنيا كلها من اول تاسيسه واليومين الحالي تمام فهذا بالنسبه الى الام اس دوز تحفظوا لي فقط النقطه هذا التعديل يجي فقط يعني فقط هذا ايوه استاذ يعني هذا تكتب في الامتحان بس هاي الزقاله ام اس دوز ونظام التشغيل بس هذا اللي مشهور عليه بالاحمر وصلت فكره نعم استاذ يعني قصدك بس نحفظ واحد ايه يعني اولا نظام التشغيل ام اس دوس وخلاص هذا هو ما اريد شيء بعد يعني اكتب لك بالامتحان نظام التشغيل نفتح قوس ام اس دوس هذا هو ايه نجي الى ثانيا نظام التشغيل ويندوز نظام تشغيل طبعا هم تحفظ لي نظام التشغيل ويندوز النوافذ نظام تشغيل النوافذ اللي هي تشوفون على شكل شباك شبابيك مو شباك نوافذ نظام تشغيل ويندوز شنو نوافذ يعني شنو هاي نافذه وهاي نافذه هاي نافذه وهاي نافذه وهاي نافذه هاي كلها يسموها نوافذ ولهذا يسموها نوافذ تمام زين هذه ايضا انتجتها شركه مايكروسوفت للحواسيب وحاليا تستخدم ايضا اكو موبايلات مايكروسوفت تعرفوها نعم استاذ اعرفها انا بها زر مثل هذا يصير بالنص مو كان البصمه مال الايفون مثل هذا يصير علامتها او مثل هذا مال ويندوز تشوفون هاي العلامه هوني يسموها مايكروسوفت اجهزه مايكروسوفت
تتعامل مع نظام ويندوز حتى بالموبايلات والتابلت اللي هي مثل الايبادات. يجيكم سؤال اشروا معايا الفراغات اللي قلت عليها فراغات ضمنيه، راح اكتب لكم يعتمد نظام تشغيل ويندوز في عملها على فراغ، تكتبون ايش تقنية استخدام واجهات المستخدم الرسومية جي يو اي. ما نعم استاذ هذا يجي فراغ. جي يو اي شنو يعني استاذ؟ جي يو اي اذا واحد خلك بالشارع تعرف الجي يو اي تقول له لا والله بس اعرف انه واجهة المستخدم الرسومية. طيب شنو بالانجليزي؟ جرافيك يوزر انترفيس، فقط كمعلومة عامة. نعم استاذ. استاذ نعم اكو واحدة من ويندوز 10 حاليا نو يعني يجي بي تحديثات فقط، بس راح ما اعرف راح يقولون انه راح يجي ويندوز 12 والله ما 12 يمكن ما اعرف. طيب نجي الى تعليل اخر، راح يجيك تعليل اشر عليه يعني هم انا. يقول انتشر ويندوز بصوره واسعه وبمده قصيره، علل ذلك ليش انتشر. ترجع هم تكتب لانه استخدم تقنيه واجهه المستخدم الرسوميه. واضح استاذ؟ عندك فراغ يعتمد نظام الويندوز في عمله على تقنيه استخدام واجهات المستخدم الرسوميه جي يو اي. هاي اول فراغ. هذا فراغ. يجيك علل لماذا انتشر الويندوز بصوره واسعه وبمده قصيره، ايضا جوابه هذا تقنيه استخدام واجهه المستخدم الرسوميه. اذا نفس الجواب تمام، على شنو يعتمد وليش انتشر. زين طبعا هذا بعام 1985 المعلومه عامه انه بسنه ال 85 اجى اول ويندوز تمام، واستمر لحد وصل عام 2014 صدروا نسخه ويندوز 10 وتوقفت الاصدارات، قام يعملون ابديتس فقط تمام. هذا بالنسبه للتاشير، هذا ما اريده، فقط يعتمد على واجهه المستخدم الرسوميه جي يو اي وليش انتشر، ايضا لانه يستخدم واجهه المستخدم الرسوميه الجي يو اي. زين نعم استاذ تمام. هسه صفحه اللغة. زين نجي هسه ننزل ننزل ننزل. طيب نجي الى نظام اسمه لينكس او اس. لينكس لينكس سامعين بي او اس. لينكس او اس يعني لينكس اوبريتنج سيستم. هذا النظام ايضا هذا تحفظون نظام لينكس. زين نعم استاذ. نظام تشغيل يستخدم الحاسوب، صدرت اول نسخه عام بال91 صدر، هاي همين معلومات عامه. انتشر بسرعه كبيره بسبب ايش؟ يجيك فراغ. انتشر بسرعه كبيره بسبب جواب ايش؟ حمايته للمستندات من الاطلاع عليها وامكانيه تشغيله على انواع الحواسيب كافه. تمام؟ انتشر بسبب حمايته من الاطلاع عليها وامكانيه تشغيله على كل انواع الحواسيب. وايضا ليش؟ لانه يعتمد على ايضا نفس الويندوز واجهات المستخدم الرسوميه. ماشي؟ نعم استاذ. هذا نظام تشوفوه بالاسفل، تستطيع انت تقدر تبدل نظامك من الويندوز الى اللينكس. طبعا لينكس فيه مميزات كثيره، اذا تيجي تبحث عنها باليوتيوب ما مميزات نظام لينكس او ما الفرق بين لينكس وويندوز راح يطلع لك كثير فروقات. تمام؟ نزل الى نظام اخر، رابع نظام اللي هو الماك. نظام ماك او اس. ماك او اس، نظام ماك او اس. ماكنتوش تابع لشركه ابل. شنو مميزاته؟ سهوله التعامل. لأنه يعمل باستخدام أيضاً واجهة المستخدم الرسومية. ثانياً دعمه للغة العربية. فضلاً يسمح بتعدد المهام. هاي ثالثاً. واضح؟ أول نسخة منه 1984. ماشي. إذن قبل ما يصدر الويندوز 10 بال 85 صدر عندي نظام الماك اللي هو سنة ال 84. واضح؟ هذا بالنسبة لنظام تشغيل ماك اللي هو تابع لشركة أبل. تعرفون لابتوبات الماك شوية غالية ماشي،
شوفون الماك، نعم استاذ، هكذا الايقونات جوا، بس تاشر عليه يطلع شكيش بالوني ينفخ يطلع لي فوق شيء شويه تفاعل. هاي 700 دولار، هاي 800 دولار استاذ. ايش نحفظ من هاي؟ يعني هسه انا صار لي ساعه اشهر تقول لي ايش احفظ منها؟ حبيبي الله يخليك، ركز معي، انت ما تروح تعوف الموبايل وترجع لي بعدين تقول لي يجيك فراغ يتميز نظام ماك. طبعا هي ما عدا انه عدد طلاب، اتفقنا انه يجيكم عدد، تعدد لي الانظمه، ما عدا انه ايش يجينا يتميز الماك نظام التشغيل ماك بعدة نقاط أو بفراغ وفراغ وفراغ أو بعدة نقاط اذكرها. تقول لي يتميز بسهولة التعامل معه، ثانيا أولا طبعا لأنه يستخدم واجهة المستخدم الرسومية، تكملها يعني إلى هنا، ثانيا دعمه للغة العربية، دعمه للغة العربية، ثالثا تعدد المهام لأنه يشبه تعدد المهام. تمام، ثلاث نقاط هاي تحفظ إياها. استاذ جاوب هذا السؤال الجوة، أكو سؤال جوا. إيه لينكس. صدرت أول نسخة من نظام التشغيل لينكس في عام 1991. عافية، نصعد فوق. إيه صح، 1991، بس ما يجي بالامتحان السنين لأن هذا ما درس التاريخ. ماشي، نجي إلى أندرويد أو إس. نجي إلى الأندرويد والأو إس، هذا راح يشمل الموبايلات وال الايباد والى اخره. طيب نجي الى الاندرويد، كلكم تعرفون الاندرويد تابع لموبايلات السامسونج يستعملوها او الهواوي او الشاومي او الاوبي اوبي بي او، لان كل اي جهاز هسه تلقيه بالسوق كله اندرويد ما عدا الابل يستخدم اي او اس. واضح؟ استاذ اوريلمي والويندوز كثير، كل الريدمي الشاومي، هو كل شاومي طبعا، ريدمي وريلمي كل هاي شاومي يسموها، والاو بي بي او والهواوي والسامسونج والبعد سامسونج كثيره كثيره كلها اندرويد، فقط الايفون يستخدم الاي او اس. طيب حتى زين، يجيك تعريف الاندرويد ما عدا انه احنا قلنا يجي بالتعديل عدد انظمه التشغيل، يجيك عرف نظام تشغيل اندرويد. هو نظام تشغيل مجاني صممته شركة جوجل، يستخدم في الأجهزة التي تحتوي على شاشات لمسك الهواتف والأجهزة اللوحية. واضح؟ هذا تعريف، هذا تعريف. نعم بسيط ماشي، إلا اللوحية. يجيك سؤال آخر هم يعني أشر، تعتمد واجهة المستخدم لنظام الأندرويد على فراغ، تكتب الإيماءات اللمسية. تمام، يعتمد على ايش الاندرويد استاذ؟ مثل المس والضم، هاي هاي داخله مع الجواب. ايه تكتب، ما انا عاد اكمل بس تكتب على الايماءات اللمسيه مثل النقر والمسح وضم الاصابع. زين، نعم يا هنا هذا الفراغ، على شنو يعتمد الاندرويد؟ على هاي النقاط. زين، طبعا اول نسخه صدرت 2007، ايش قد مواليدكم؟ انا 2008. اكبر من عندكم بسنه. زين، 2008 اندرويد اللي 2007 يعني هذا اكبر من بسنه. ايه جيد، يقول بامكانه العمل على جميع الاجهزه، طورته شركه جوجل هذا النظام ليعمل على اجهزه التلفاز والسيارات ساعات اليد. هذا يعني ما لكم علاقه بيه، بس حتى يكون معلومه عامه انه اكو تلفزيونات تعمل بنظام الاندرويد والسيارات وساعات اليد. تعرفون هاي الساعات مال اليد؟ استاذ انا عندي ساعه اندرويد، اندرويد، وتجي عندكم كاميرات الرقميه اللي هي كلا. لا 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 تحفظها حبيبي، عاد اشرح لك انا، ما عاد اقول لك احفظ، اذا اشر لك احفظ، حتى هذا الشيء الاشاره. انت عندك تعريف، وعندك يعتمد على، وعندك هي اصلا من ضمن العدد مال انظمه التشغيل، عدد الانظمه. تقول نظام تشغيل ام اس دوس، نظام تشغيل ويندوز، نظام تشغيل يعني استاذ احنا ناخذ نظام التشغيل ماك، نظام التشغيل تختار انت على اندرويد ايفون، او تيجي تقول نظام التشغيل اندرويد، نظام التشغيل ايفون، نظام التشغيل مثلا ويندوز، مثلا لينكس و ام اس دوس، عدد خمسه فقط انت تختار.
وإذا أقول لك بالترتيب منذ منذ من ال يعني شلون من الأقدم إلى الأحدث، فأنت تذكر لي إياهم بالترتيب، فاحفظهم بالترتيب. ام اس دوس، ويندوز، لينكس، ماك. استاذ سهلين، يعني هو من العام هذه. شوف شوف، إذا نجي نحكي على تاريخ، إذا نجي نحكي على تاريخ وترتيب كتاب الماك، شوف دقيقة دقيقة بس أشوفكم شغلة. الماك صدر عام 1984 بينما لينكس عام 1991، إذا الماك المفروض يجي قبل لينكس تمام بالترتيب، ويجي قبل الويندوز أصلا. إذا أكو قبل الويندوز ماك، فإحنا ما راح نجيبه بالترتيب، يعني أقصد إنه أنت اختار خمسة بكيفك ماشي. أستاذ هاي 1981 أول وحدة نظام التشغيل MS-DOS. إيه MS-DOS، نجي إذا تاريخيا نتكلم عن تاريخ، فالماك يجي بعد الـ MS-DOS، بعدين يجي الويندوز، بعدين اللينكس وإلى آخره. تمام. نعم أستاذ. هسه هنا أنا عندي نظام تشغيل أندرويد يجي مع العدد عدد خمسة، أو يجيك تعريف، هذا تعريفه إلى هنا، ويجيك يعتمد على إيش واجهة المستخدم، هذا تعتمد على إيش، تكتب على الإيماءات اللمسية مثل النقر والمسح وضم الأصابع، تعرفون هسه تاتش، لمس، ننقر، نمسح، نضم أصابع، يعني نسوي زوم، تسوون زوم ما تستخدمون إصبعتين أو تسدون إصبعكم، هذا إيماءات لمسية. طيب هذا يعني بس يعني عاد أقول لك شرح بس عاد أفهمك الأندرويد شنو. طيب نجي إلى نظام التشغيل هواتف الذكية iOS، يعني شنو iPhone Operating System، iPhone Operating System طبعا هو نظام تشغيل يستخدم الهواتف الذكية، يعني لا تشرح ما يحتاج، نظام تشغيل يستخدم الهواتف الذكية تصنعه شركة فراغ، يكون شركة أبل ماشي. نعم استاذ. زين فضلا عن الجهاز اللوحي المصنع اللي هي الايباد، ظهر هذا النظام عام 2007 يعني مثل الاندرويد نفس السنه. زين بعد زين يجيك يتميز نظام تشغيل ايفون الايفون بفراغ، تكتب يتميز بايش؟ بحمايته للملفات والبيانات الموجوده بداخله، وخاصه في حاله فقدانه عن طريق ميزه اي كلاود ماشي. استاذ خلص الدرس لو ايمتي خلاص يخلص تمام. فشنو يتميز بحمايته للملفات والبيانات يعني الموجوده بداخله اليوم في بس لي هاي وهذه بس هاي لأنه يستعمل الآي كلاود ماشي، يستعمل تعرفون هذا اللي هو من يضيع الموبايل أطلعه عن طريق هذا الحساب ماشي. هاي مميزات